فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوهم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه وقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وعلى آلهما هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملأ أماما من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والى وعاد من عادى وانصر من نصرى واخذل من خذله وقال ما كنت نبيه فعلي نميرا وقال انا وعلي من شجره واحده وسائر الناس من شجره شتى واحله محل هارون فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين وأحل له من مسجده ما حل له وسد الأبواب إلا بابه ثم أودعه علمه وحكمته فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فلياتها من بابها ثم قال له أنت أخي وأصي ووارثي لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان خالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي وأنت غدا على الحوض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعده مدا من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا ينحق في منقبة من مناقبه يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما ويقاتل على التأويل ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وتر في صناديد العرب وقتل أبطالهم وناشى ذهبانهم وأودع قلوبهم أحمدا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهم فضبت على عداوته وأكبت على منابذته حتى قتل الماكثين والقاسطين والمارقين ولما قضى نحبهم وقتلهم أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة
ثم مصرة على مقته مجتمعة على قطيعة رحمه ويقصائم به إن القليل منا موفى لرعاية الحق فيهم فقتلا من قتل وسبيا من سبي وأقصي من أقصي وجرى القضاء له بما يرجى له حسن المثوبة كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم فعلى الأطائب من أهل محمد وعليه صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادمون ولمثلهم فلتذرف الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون أين الحسن وأين الحسين وأين أبناء الحسين صالحهم بعد صالح وصادقهم بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الزاهرة أين أعلام الدين وقواعد العين أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية أين المعد لقطع دابر الظلمة أين المنتظرون لإقامة الهمد والعواج أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمن لإحياء الكتاب وحدوده أين محيي معالم الدين وأهله أين قاسم شوكة المعتدين أين هادم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوخ والعصيان والطغيان أين حاصل فروع الغي والشقاق أين طامس آثار الزيغ والأهواء أين قاطع حبائل الكذب والافتراء أين مبيد العتاة والمردى أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد أين معز الأولياء ومذل الأعداء أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين أهل الأرض والسماء أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى أين مؤلف شمل الصلاح والرضا أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى أين المضطر الذي يجاب إذا دعا أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الزهراء الكبرى بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحمى يا ابن السادة المقربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الهداة المهديين
يا ابن الخياط المذبين، يا ابن الغطارفة الأنجبين، يا ابن الأطائف المطهرين، يا ابن الخضارمة المنتجبين، يا ابن القماقمة الأكرمين، يا ابن البدور المنيرة، يا ابن السرج المضيئة، يا ابن الشوب الثاقبة، يا ابن الأنجم الزاهرة، يا ابن السبل الواضحة، يا ابن الأعلام اللائحة، يا ابن العلوم الكاملة، يا ابن السنن المشهورة، يا ابن المعالم المأثورة، يا ابن المعجزات الموجودة، يا ابن الدلائل المشهودة، يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبأ العظيم، يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم، يا ابن الآيات والبينات، يا ابن الدلائل الظاهرات، يا ابن البراهين الباهرات، يا ابن الحجج البالغات، يا ابن النعم السابغات، يا ابن طه والمحكمات، يا ابن ياسين والداريات، يا ابن الطور والعاديات، يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين وادنى دنوا واقترابا من العلي الاعلى. ليت شعري اين استقرت بك النوى، بل اي ارض تقلك اوثرا، ابرضها او غيرها ام ذي طوى. عزيز علي ان ارى الخلق ولا ترى، ولا اسمع لك حسيسا ولا نجوى. عزيز علي ان تحيط بك دنيا البلوى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى. بنفسي انت بالمغيب لم يخل منا، بنفسي انت من نازح ما نزح عنا، بنفسي انت أمنية شايق يتمنى، للمؤمن ومؤمنة ذكرى فحنا، بنفسي انت من عقيد عز لا يسامى، بنفسي انت من دين مجد لا يجارى، بنفسي انت من امتداد نعم لا تضاهى، بنفسي انت من نصيف شرف لا يساوى. الى متى احار فيك يا مولاي، والى متى وان خطاب اصف فيك وايا نجوى. عزيز علي ان اجاب دونك وناغى، عزيز علي ان ابكيك وتخذلك الورى، عزيز علي ان يجري عليك دونهم ما جرى. هل من معين فاطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فاساعد جزعه اذا خلا، هل قضيت عينه فساعدتها عيني على القضاء، هل اليك يا ابن احمد، يا ابن احمد سبيل فتلقى، هل يتصل يومنا منك بغده فنحظى، متى نرد مناهلك الروية فنوى، متى ندفع من عذب مائك فقد طال الصدى، متى نغاديك ونراحك فتقر منا عيوننا، متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر تراتنا، نحف بك وانت تهم الملا، وقد ملأت الارض عدلا وذقت اعدائك هوانا وعقابا، وابرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين، واجتثثت اصول الظالمين، ونحن نقول الحمد لله رب العالمين.
اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعلي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والأولى فأغثي أغياث المستغيثين عبيدك المبتلى واري سيده يا شديد القوى وازل عنه بلا سام الجوى وبرد غليله يا من على العرش استوى ومن اليه الرجعى والمنتهى اللهم ونحن عبيدك التائبون الى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وبلاغا واقمته لنا قواما ومعادا وجعلته للمؤمنين منا اماما تبلغ منا تحيه وسلاما وزدنا بذلك يا ربي اكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما واتمم نعمتك بتقديمك اياه امامنا حتى تولدنا جناتك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على جدي محمد رسولك السيد الأكبر وصل على أبي السيد القسوار وحامل اللواء في المحشر وساقي لأوليائه من نهر الكوثر والأمير على سائر البشر الذي من آمن به فقد شكر ومن أبى فقد خطأ وكفر صلى الله عليه وعلى أخيه وعلى نجديه الميامين الغرار ما طلعت شمس وما أضاء قمر وعلى جدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البررى وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر وصليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل علي صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم واقم به الحق وأدحض به الباطل وأذل به أوليائك وأذل به أعدائك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه وجعلنا ممن تأخذوا بحجزتهم ويمكثوا في ظلهم وأعنا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته والاجتناب عن معصيته وامنن علينا برضاه وابلنا رافته ورحمته ودعاءه وخيرا ما ننال به سعة من رحمته وفوزا عنده واجعل صلواتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجابا واجعل ارزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وحوائجنا به مقضيا واقبل الينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا اليك وانظر الينا نظرة رحيمة تستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه واله بكاسه وبيده ريا رويا هنيئا سائغا لا ظما بعده يا ارحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك